اهلا بيكم. الحقيقه انه هو انا في سؤال هيجنني، هو انت رايح ليه لصندوق النقد؟ الى الاخوه مؤيدين عبد الفتاح السيسي، الى الاخوه المادحين لانجازات عبد الفتاح السيسي، الى الاخوه اعلاميين السيسي، لما انتوا هتهبروا هبره جامده جدا في راس الحكمه يا جماعه، كلمونا بالعقل والله العظيم، والله احنا اهلكم، ما تعملوش فينا كده يعني، كلمونا بالعقل. مش انت عندكم مشروع جامد جدا ما حصلش من 100 سنه اسمه راس الحكمه؟ حلو قوي، واتعشت يا معلم، حلو جدا، وجبرت الله عليك، وجالك فلوس و35 مليار دولار، يا سلام يا سلام، حلو قوي. هتروح ليه صندوق النقد بقى يا جماعه؟ كلموني كلام منطقي، رايح ليه صندوق النقد؟ حط الساعة على الدولاب، خايف ليه من سك الباب؟ أغنية شعبية. حضرتك رايح ليه صندوق النقد؟ مش أنت قبضت؟ مش أنت خدت هبرة مليارات وفاتح صدرك قوي؟ الفلوس وصلت البنك المركزي؟ قول والله العظيم كمرت الفلوس يا ولا، الدفاش وأبو مش عارف مين عملوا خلاص يا معلم، وعمال توزع 10 مليار، لا مش مليار بس يا راجل، انت خدت 10 مليار وتعمل فيها بتنقط، طب رايح تاني تقترض ليه؟ والقرض بتاع الصندوق ده ما هو هيفرض عليك شروط، رايح ليه صندوق النقد؟ حضرات الساده، الى كل المهللاتيه المطبلاتيه المشروع راس الحكمه اتفضلوا. صندوق النقد، مديره صندوق النقد، نتوقع اتفاقا مع مصر خلال اسابيع. ليه؟ بالله عليكم ليه؟ قالت كريستيانا مدير الصندوق النقد الدولي أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع الصندوق بقيمة 3 مليار دولار. ليه؟ وأضافت في تصريحات لرويترز أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، ولم توضح جورجييفا خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل حجم الزيادة التي يمكن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، وأضافت أن المناقشات بناءة. ليه؟ لا ده كمان صندوق النقد أشادت بصفقة رأس الحكمة، والله العظيم مدير الصندوق النقد، استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره والاستثمار الإمارات الضخم علامة إيجابية للغاية. طب ليه؟ وطلع رئيس الحكومة يؤكد أن تنفيذ شروط صندوق النقد وبيع الشركات الحكومية وشركات الجيش ماشيين زي الفل. تفضل. مستعرضا عروض شراء وطنية، مصطفى مدبولي، الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة. ليه؟ مش يا جماعة عندنا استثمار؟ مش عملنا راس حكمة وجاية راس جميلة وهنبيع وبص وهترزق؟ ليه صندوق النقد؟ وصندوق النقد شروطه قاسية جدا، وكلنا عارفين أهم شرط لصندوق النقد تعويم العملة، تعويم الجنيه. سيبك بقى من بيع الشركات والحاجات دي، كل ده وتخفيض عدد العمالة، سيبك من كل ده، أهم أقصى شرط عايزه صندوق النقد منك إنك تعوم الجنيه. ليه؟ مش انت كسبت يا معلم؟ ما تقولولنا يا خل، ما تقولولنا الصفقات اللي بتحصل دي مين بيكسب فيها؟ والله العظيم الست اللي شغاله في البيوت، شغاله في البيوت بتسالكوا اسئله منطقيه. ليه؟ مش انتوا كسبتوا من راس الحكمه؟ مش انتوا عمالين تغنوا ان انتوا هتكسبوا 35 مليار؟ الله يحرق بيت ويخرب بيت اللي صدقكم، لأن اللي صدقكم من 10 سنين أيام تفريعة قناة السويس 100 مليار جاية، ورحتوا رميتوا فلوسكم في الموضوع بتاع القناة، وكنا بنقول لكم هنا من 2014 كذاب، ده شغل هكس، ده شغل دجل، ما حد صدق. وبعد تفريعة قناة السويس عمل لكم بقى مش عارف الإيه تاني كان عمل له والمليون فدان و30 أمه، وكل ما شرنا لكم يا جماعة ده كذب، يا جماعة ده هكس، ومصدقوش، وكله كان يقول لك مصر
هتعمل هيحصل. لا انتوا حقدة بتحقدوا على الرئيس، الرئيس الوطني. يا عم مفيش وطني، ده حمار، ده حمار. يا حضرات راس الحكمة دي كارثة، كارثة. بص يا بيه اسمع الراجل ده بيقول ايه، وكده اسمع حضر كوبايه شاي واسمع كلمتين على راس الحكمة، خدهم كده في السليم. مش انا، ده الراجل ده بيقول ايه. اسمع بيقول ايه راس الحكمة 35 35. اسمع يا بيه، جميل ان يدخل لنا استثمار مباشر بمبلغ 35 مليار دولار كمقدم ثمن الارض، و 35% حصة من ارباح المشروع. كلام جميل جدا. والمبلغ المدفوع منها 11 مليار ودائع سابقة، اهو ده اللي قلت لك عليه، بيحطوه على 24 يقول لك عندنا 35 مليار، هو اصلا فيه 11 مليار ودائع سابقة. ستتحول الى مديونية بالسعر الرسمي بالجنيه المصري. طبعا سوف يفتح هذا الامر شهية المستثمرين الاجانب اخرين ان شاء الله، وتنخفض نسبة البطالة وتدور العجلة، ويدخل الدولار للإنشاء والتصنيع، ونحوله نحن لمنتجات وخامات مصرية وساعات عمل، يعني ببساطة مصدر دولاري محترم. الموضوع زي ما في مكاسب للجنيه للجانب المصري، في مكاسب أيضا للصندوق الإماراتي، والتجارب السابقة خير دليل، حيث قامت شركة إعمار الإماراتية بشراء المتر في الساحل الشمالي، ركز معايا بقى، بسعر 160 جنيه، وتم بيع الفيلا فيما بعد بسعر 100 مليون جنيه. تخيل، يعني مصر باعت لشركة الإمارات المتر في مراسي ب 160 جنيه، الإمارات نفس المتر باعت الفيلا على نفس المتر ب 100 مليون جنيه. وقال لك يعني كل كأي بيزنس محترم لازم احنا الاثنين نكسب. حلو جدا، ولكن المهم انه من حقنا، او من حقنا بعد كل هذا الصبر، ان الحكومة تقول لنا هتعمل ايه بال 24 مليار دولار. لان الحكومة دي برضو كان معاها 250 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج، و165 مليار دولار اقتراض، و20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ده غير ما لا يقل عن 150 مليار دولار حصيرة التصدير والسياحة وقناة السويس. وفي الآخر لقينا نفسنا بنمول مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بأموال ساكنة ممكن تخرج في أي وقت، وقد حصل. كمان ياريت الحكومة بتاعتنا توقف طموح الإماراتيين في الاستحواذ على أي أصول جديدة، سواء شركات أو أراضي. ياريت كمان تنبه على دولة الإمارات إنها توقف كل الممارساتها الخاصة التي تحاول بها تخفيض سعر الجنيه المصري، وهذا واضح جدا منذ أن كان الدولار ب16 جنيه حتى أصبح ب70 جنيه. ياريت الإمارات تدفع لنا جزء من تكلفة البنية التحتية اللي صرفناها على تطوير راس الحكمة. القطار السريع اللي واصل من السخنة لراس الحكمة تكلفته الكلية 11 مليار دولار، وتكلفة المرحلة الثالثة كانت 2.5 مليار. تطوير الطرق والكباري المؤدية لراس الحكمة ادفعوا. تكلفة طريق الساحل الشمالي 2.9 مليار دولار. تكلفة طريق فوكا 2 مليار دولار. محطات تحلية المية والكهرباء تكلفت 325 مليون دولار. كمان ياريت العقد يكون واضح فيه هل هناك أي علاقة مستقبلية بين مدينة نيوم التي تقوم بها السعودية ومدينة رأس الحكمة، لأن المسافة من مدينة نيوم إلى مدينة رأس الحكمة أقل كتير من المسافة بين نيوم والرياض، كما أن خط القطار السريع الواصل من السخنة للعلمين إذا تم تطويره ليصل لشرم الشيخ
ومنها إلى مدينة نيوم ومن العالمين إلى رأس الحكمة. فينبغي أن يتحمل الصندوق الإماراتي جزء من تكلفة الخط، وينبغي أن نوضح للصندوق الإماراتي أن ما يدفعونه الآن سوف يؤدي إلى تنمية سياحية لديهم بقوة، وسوف تستثمر السياحة الشاطئية لديهم على مدار العام من شهر نوفمبر حتى إبريل سياحة في الإمارات، ومن شهر مايو حتى أكتوبر في رأس الحكمة. ربنا يبارك في الطرفين. إيه رأيك؟ كلام محترم. أنا عايزك تركز على الجزئية بتاعت اللي دخل للسيسي كام حسب هو مكاتب. انزل كده شوية، اللي دخل للسيسي كام حسب ما هو كمان 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 بس بس الحكومة دي أو السيسي أو تحته أخد 24 مليار. هيعمل إيه بال 24 مليار دولار؟ لأنه أخد قبل كده ضيع 250 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج. عنده هو كاتب الرقم 165 مليار دولار قروض، 20 مليار دولار من صندوق النقد، ده غير ما لا يقل عن 150 مليار. يعني الفلوس دي كلها جات للسيسي قبل كده. للأمانة الراجل ما عملش بقى حاجة، بالعكس ما دمرنا يعني. وطبعا النظام وإعلام سامسونج شغالين على نغمة إن الأوضاع الاقتصادية هتتحسن وهتبقى حاجة جامدة بعد صفقة رأس الحكمة، والسوق السوداء هتنهار. ده طلع رئيس البنك المركزي محمد الأتربي قال لك اهو السوق السوداء للدولار هتختفي، يعني هتختفي، والبنك المركزي بيحضر إجراءات. ده عنده ملطف يا أستاذ محمد. طب ما تراهني من دلوقتي على الحكاية دي، أنا مش اقتصادي ولا مصرفي، ما تراهني من دلوقتي إن السوق السوداء مش هتختفي.